انت مرت الارهابي ده؟ اسير. شو بيربلك؟ عمها. احنا كمان ما صار في فرصة انه يصير لأميرة اخت اسرائيل. حيخلوكم تعمل هاي؟ هلا بعد الاضرام خطفوا الاجراءات الامنية. الولد هالمرة بسمين رح يتسجل. المنزل يا سعيدة مش فارق. كنت مفكرة انه انا ما بدي اخلف كمان مرة؟ مش قادرة اعيدها لحالي. يعني بابا مش لحاله؟ طول عمره رح يضل لحاله. وانا استميرة ما فكرت فيه بالمرة؟ ليش بدك تخلف؟ كل الاشياء اللي الناس بنبسطوا فيها من الخلفة انت مش رح تعرف تعملها. كل شيء سوى بيطلع مني وانا هون. بحس انه شافي طلعت مني وتحررت. My brother Basil will meet you to take the sperm. العين هاي بينفعش ينعمل منها تلقيع. أستاذ نوار عقيم. صار عقيم يعني؟ لا مدام اللي عنده هاي الحالة بكون طول عمره عقيم. كيف يعني عقيم ولا بنته؟ أميرة بنت مين؟ إذا بدها تعيش لازم تحكي. لو هربتي الناس رح تاكل وجهي. والدي طز في كل التعاليل. بس قولي إنك بريئة. ماما قولي لهم. ما رح يزبط. انت حبيتني انا بنت السير. هلا انا ولا اشي. من حقي اعرف انا بنت مين. انت بنتي. انا قاعدة رح اعرف منك او من غيرك. سيدني شايفك شبهي. رح اضل شبهك.